يستمر أو تستمر موجات النزوح الكبيرة من مناطق شرقي المدينة إلى مخيمي حسن شامل والخازر الواقعين على بعد نحو 30 كيلومترا شرق الموصل. في غضون ذلك أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن ارتفاع أعداد النازحين إلى 37 ألف نازح منذ انطلاق العمليات العسكرية في الموصل، بينما توقعت منظمات دولية نزوح نحو 1 مليون شخص خلال الحملة العسكرية على الموصل. على حين انتصار وهم طلعونا، ايش نسوي؟ لا ما عرفك والله، احنا ما عدنا الحمد لله ما عد، بس الضرب فوقنا يعني، الضرب راح وخلصنا منهم الحمد لله. والله شو اقول لك، شحكي لك يا اخويا، شحكي لك ما تسولف ايش الحاوي الحاوي القاده النمرود ذبحوهم كلهم. والله زفت المدافع طيارات 4 5 بيوت وقعت، وبيتي من الناجه وقاذي فكله اشتعل، بيتي طابقين، طلعنا بروحنا طلعنا ونصيح هذا ما هوش كل احد بالمنطقه كلهم طالعين. والله احنا جت القوات الامنيه تقريبا ماكو يوم من صار الهجوم، 3 ايام جو من جو هم انهزموا جده، دي طقت مفخخ علينا، بس الحمد لله بس خدوش بسيطه وما صار شيء. اليوم الصبح طلعنا صار هاونات، منطقتنا تحررت، بس هاونات قاموا يضربون داعش على المنطقه، قامت تقع علينا يعني، والله بالاربع 90 بعد السماح.